عشان نبغى نستضيف استفيد من الشيخ على طاري اللقاح. بس يوم جاء طاري اللقاح انه ما يبغى، انا كنت ما ابغى اتلقح للامانه، لكن جت فتره قالت امي ما تبي تاخذ اللقاح. سبحان الله، شوف الوالده كيف تبي تبين العيال انه ترى هذا الشيء يعني كويس. تلقح الوالد والوالده قبلنا كلنا، قالت شفتوا انه كويس يلا تلقحوا. لين اخر لحظه قلت ما ابغى اروح، قالت امي اركب معهم في السياره وروح وشوف وادخل المركز وشوف الخدمات اللي يقدمونها وشوف تتلقح ولا لا. يا سلام. والله العظيم اني طالع من الاستراحه مالي نيه اتلقح، واني دخلت سبحان الله على الممر لين وصلنا عندهم اخذت لقاح نزلت والحمد لله. يا سلام. يعني مو بحجز طبعا، مو هو بالشيء اخذت حجز قبل. اي نعم. ايه. مو هو بالشيء اللي مهولين احنا. ايه. شيء والله العظيم، وهذا صح لنا ولكم جميعا الحمد لله. سلام.